ده حمص الشام. ها كنجت ايه فينك يا عم الفس بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرنيل محامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترفع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي طبعا ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيل مثلا يطلع في لجنه في كمين إيه؟ كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه يا صوره رئيس عصابه اه يا حيوان انت بتتريق لا مهابه ايه حاجه مهابه ايه حاجه ايه حاجه انت شايف ايه ده هو ده اه ده انا هو ده ده هو ده ايوه يا حاجه ايه شايف في منديل بقويا هنا وهنا قرع انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثه وجاي الجلسه باقي عليها ربع ساعه اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز بتقول ايه التفاصيل والتيتلز هو هيتكلم جوه لا انسى انسى هنا يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش ما تهفش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله يعليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر وادي الطربوشه اه طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه امسك امسك ولدي حيضيع منك عين عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قول لي بقى تفاصيل القضيه ايه عركه عاديه بين عيلتين ولدي حيروح في داهيه ولدي حيروح في داهيه ولدي تفاصيل انا يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين تفاصيل انا يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسه ابنك اسمه ايه يا حاج عبد الصمد وهدان حلقوله اسمه عبد الصمد وهدان حلقوله زيرو زيرو ده الاسم بالكامل ما علينا طيب هو تهمته ايه بقى قتل ايه ده ايه احنا ما اتفقناش على كده ما اتفقنا على ايه ما اتفقناش على انه قتل انا ما اتفقناش على كده يا حاج انت جاي تعملني في مفاجاه هنا ابو سيادتك ابو سيادتك ما تفضحنيش هينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده يا حاج احنا ما اتفقناش على كده ما اتفقناش ابو سيادتك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقت ابو سيادتك سكينه شال ضرب في السكينه في حنكه ايوه حاضر اهو شرن له بقه؟ لأن ايه شرن له بقه دي؟ جون الحمد لله حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلا حنجل؟ قتل حنجل قتل حنجل في الليل ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم أحمد الحاجب إن طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة بالية يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه ليه موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل هو اللي غزو ابنك اللي غزو انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج انت بتعملت فيه فيا ليه سيد الرئيس ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي
نعم يا اخويا. لا مش قصدي سعادتك، انا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لان المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فاوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل قضية، اتفضل. وحياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل قضية. والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمقلم وكلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا. انا مفيش حاجة، بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. ده العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك. عين محي ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفن ايه ده؟ طفونه يا بابا، طفونه. قول عفونه مش طفونه، ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش امل. مش هتخلف تاني. متخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتلك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الله الماس، يا لهوي الماس. مبروك، ألف مبروك، حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ولا ايه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محيي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع، خليه ياسر محيي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رأيك، أنا خايف أنزل الشريط الناس تتوه. يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم يا مبدا، يعني لكم يا مبدا، يعني لكم اقول مبدا. طلعوا يا محر ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم انا اقول مبدا، يعني لكم انا اقول مبدا. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محيي، ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محيي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم، يلا تصبح على خير يا محيي. ايه يا نوبة؟ انت ايه بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال الدكتور. انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس.
اغنيها لك؟ ما فيش فلوس على هوا، ما فيش فلوس على لولي. اقول لك ايه؟ ناتشما ناتشما زي النوتشما. يعني ايه لمبي؟ الله، ايه يعني ايه لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هديه؟ امشي اطلع بره. الله، ما بره بره انت يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت انت وليه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخياره، هات الخياره بتاعتي وليه مقتدريه. حجر، عايزه هنا، عايزه يا بنت، عايزه انت عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسرك نفوخك. طلعي. طب بالراحه. طب انت اطلع بره. طب بالراحه. طب يا بنت بالراحه. اصلا ما تعصبنيش، انا بابو امي والمصحف هخسرلك نفوخك. اقعد قعدنا اتفضل لي ارغي لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تحت باطي ولا غيرش منه؟ ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف مع اختي وجزوختي معي؟ لا، نطلع النجم، نطلع. انت مش عايزه نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7,500,000 و59 قرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتباتا بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه. اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير انه يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مر طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى. خلاص، طب بقى ما تعيطيش بقى نوجا بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد. وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. انت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لمبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا، هاتي ام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض. نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله، حرام عليكي. طب يا نندي. ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. وصلك والله، انا عندي سرير بس لازق في رجله جبل كده، فقلت ممكن تشنج. لا، مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي. لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ اه موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير. عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. طب انا شاكر جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش. لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجي لي المستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر، بس شوف الحل ارجوك.